حاجة للدكتور أسامة. حضرتك اتفضل. هو انا عندي بس حته يعني سؤال او اتنين يعني. اتفضل. يعني بسال يعني طبعا انا اسمي حسن عبد الجواد لعيب منتخب مصر العرب، هو كان عندي عينه مطرقة يا كابتن صح؟ من فتره من 13 ل 15 ورحنا محكمه دوليه وموضوع طول شويه بغض النظر عن الموضوع ده. تمام؟ تمام. عايز اسال يعني الدكتور اسامه ايه مفهوم الدور التوعوي؟ يعني انا قاعد بتفرج فسامع الدكتور اسامه بيقول احنا بنعمل دور توعوي ورقابي، طب ايه مفهوم الدور التوعوي بالنسبه للدكتور اسامه؟ تمام؟ يعني مثلا يعني هم بيتكلموا يعني بتكلم عن المنظمه المصريه لمكافحه المخدرات، اذا احنا بنتكلم عن الدكتور اسامه. تمام؟ هم الدكتور اسامه بيفتخر بان المنظمه المصريه رقم 13 على العالم فول ستوب. تمام؟ انا اللي يعني اللي فهمته ان المنظمه المصريه هي المنظمه رقم 13 على العالم في عدد جمع العينات. انا دي حاجه ممكن نفتخر بيها. احنا يعني اللي افتخر ان احنا نكون بنوعي بجد. انا مش شايف ان في دور توعوي بالشكل المطلوب، لان لو كان في دور توعوي ما كنتش انا او غيري او او بس كابتن. طب ممكن اعرف قصتك في عجاله؟ انت خلاص سؤالك هنرد عليه، لكن لا لا موقفك انت، موقفك انت يا كابتن، انت تعرضت ليه؟ سليم انا لسه راجع من بطوله افريقيا واخد ميداليه برونزيه، يعني مفيش حاجه يعني. تمام. لا كان في فتره، كان في فتره في 2013 جت عينه ايجابيه، نتيجتها بعد 3 اشهر من ما خدت من نتيجه العينه. تمام. علامات استفهام كثيره، المنظمه المصريه ادتني تواريخ مختلفة لشيل الإيقاف بتاعي، ورحنا محكمة دولية، المحكمة الدولية قصفتني في جزء معين من الموضوع، الموضوع بالنسبة لي انتهى. بس أنا بتكلم في نقطة معينة، في الدور التوعوي. أنا مش بشوف إن هم فعلا بيعملوا دور توعوي أو بيكافحوا المنشطات. هي المفروض اسمها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بنكافح المنشطات. السؤال وصل مظبوط حضرتك؟ خليك معايا، خليك معايا. طب نجاوب على الأولاني. عندي حاجه تانيه، اتفضل. هو ادي الفرصه للدكتور اسامه يرد. اتفضل. الحاجه الثانيه حضرتك، فكره المبدا لا تقربوا الصلاه، ما تاخدوش اي مكملات غذائيه لان هي كلها ملوثه. مبدا غريب جدا. وان كل فقط خدوا جينسنج وعسل نحل وشوفان وكلام. يعني ممكن تسال حضرتك ابطال اولمبيين موجودين في مصر، محمد ايهاب، كرم جابر، هل الكلام ده يعني هل انت لما عشان توصل البطل الاولمبي الكلام ده يعني ينفع؟ يعني من غير مكملات صعب يبقى تماما تبقى بعيد عن مستوى البطوله، صح كده؟ لحظه كده، ما اخر حاجه حضرتك مثلا دوله زي انجلترا بتخش المحلات فيها مليون الف مكمل غذائي. كويس. تمام. بس هي بتكافح الشركات نفسها اللي بتحط هرمونات او منشطات ملوثه غذائيه. تمام. فانت بتخش تشتري اي حاجه انت عايزها وانت مطمن تماما. هو ده مفهوم المكافحه اللي هم بيعملوه. لكن ان احنا هنقعد نجري ورا اللعيبه غير ما نوعيهم، طبيعي ان انت هتكون رقم 13 ورقم 2 و3 كمان فعدد جمع العينات الايجابيه. انا بتكلم ده ما عنديش مشكله، انا هم حاطيني على برنامج الورا باوت وانا موجود. دكتور اسامه اسبوعين خدني، اول ما النتيجه جت قام واخدني تاني جاي لي البيت، بعت لي حد بتاع 6:30 البيت. ما عنديش اي مشكله، لو عايز يجي كل يوم ياخد عينه تمام، اي مشكله خالص، ده حقه تماما، وانا ما عنديش مشكله في ده. لكن هي هنا بتكلم على التوعيه. مظبوط. التوعيه مفهومها بعيد خالص، بعيد خالص عن مفهوم التوعيه بجد. فانا متشكر جدا. تحت امرك يا كابتن. لا بالعكس، بالعكس حقك حقك، والحلقه دي معموله عشان كل الرياضيين وكل الناس اللي قاعدين تاخد بالها من الحته دي. شكرا كابتن حسن. شكرا على الدكتور. لو نرد على الاسئله اولا طبعا. بالنسبه للتوعيه حضرتك، النهارده احنا بالنسبه لاتحاد العاب القوى مثلا على سبيل المثال، يناير 2013 احنا قعدنا مع اتحاد العاب القوى مع الرياضيين ومع المدربين، وكان رئيس الاتحاد طبعا كان رئيس الاتحاد السابق كان الدكتور وليد عطا، وكان موجود